أو الأردنية تقود طائرة مقاتلة. حقائق مثيرة عن سمو الأميرة الأردنية سلمى بنت الملك عبد الله. من صغرها لحد النهاردة وهي بتخطف العيون من شدة جمالها، وقدرت تكون حديث الكل فأكتر من مرة وفي مناسبات كتيرة، وحققت نجاحات وإنجازات عظيمة جدا، لدرجة إنها كانت مكملتش لعشرين سنة وبقت أول أردنية بتقود طائرة حربية، وده بعد ما قدرت إنها تنجح في مرحلة التدريب الأساسي كطيارة على طائرات المقاتلات الحربية. البنت دي هي فرد من العائلة الهاشمية، ابنة عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين الأميرة سلمى. فلو عايز تعرف حقائق مثيرة عن سمو الأميرة الأردنية سلمى تابعوا الفيديو للنهاية. اتولدت الأميرة سلمى في 26 سبتمبر سنة 2000، ولما كبرت تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة كينجز أكاديمي في الأردن، وبتعتبر أصغر أميرة أردنية التحقت بالأكاديمية العسكرية. فبعد تخرجها من الثانوية قررت أنها تلتحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، والأكاديمية دي ما بيدرسش فيها غير ولاد الملوك والأمراء. المهم إن سلمى كانت عايزة تبقى زي أبوها وأخوها، وتخرجت منها سنة 2018 وكانت وقتها عندها 18 سنة. طبعا فرحة كبيرة نزلت على بيت العيلة الملكية الأردنية، وده بعد ما نشر كل من الملكة رانيا والأمير الحسين على صفحتهم الخاصة على الإنستجرام، والإعلان اللي نقله الديوان الملكي الهاشمي على صفحته الرسمية على تويتر خبر اجتياز الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني دورة الطيران. أبوها الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية كرم بنته الأميرة سلمى في القصر في عمان بعد ما تمت كل ساعات الطيران الأكاديمي والعملي. طبعا الفرحة دي ما كملتش إلا مع وجود الملكة، الملكة رانيا والأمير الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد سلاح الجو الملكي وقائد جناح الطيران. وكان نشر الديوان الملكي الهاشمي على صفحته الرسمية على تويتر بيان موجود فيه صورة مراسم تقليد الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، وكان مكتوب فيه: جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يقلد بحضور جلالة الملكة رانيا عبد الله وسمو الأمير الحسين عبد الله الثاني ولي العهد، سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه. في الوقت ده الملكة رانيا راحت على الانستجرام عشان تشارك لحظات من حفل تخرج بنتها الأميرة سلمى من الأكاديمية العسكرية، وقالت لها: من ثوب التخرج قبل بضعة أشهر إلى الزي العسكري اليوم، لقد أثبتت مدى قدرتك. تهانينا لابنتنا سلمى على تخرجها من دورة التكليف القصيرة في الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرست. أما الأمير الحسين نشر الصورة وكتب عليها: كالعادة إصرارك سر تميزك، مبارك تقليدك جناح الطيران، وأتمنى لك المزيد من التقدم في قادم الأيام. الأميرة سلمى بتشتغل رتبة ملازم أول في القوات الجوية الأردنية وبتلقب بشيهانة، وده إشارة إلى سلاح الجو. وسنة 2021 شاركت في افتتاح مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء وتميزت بلبسها لزي القوات الجوية، وكمان بتلفت الأنظر ليها بموهبتها الموسيقية فهي بتعزف على الجيتار. وكان قبل كده شاركت الأمير الحسين على صفحته فيديو بيجمعه بها أثناء مشاركتها العزف. وفي حفل حناء الأميرة إيمان غابت الأميرة سلمى عن الأنظار، والدنيا ما قعدتش، إزاي أخت العروسة ما تحضرش الفرح؟ في الوقت ده اتعرف انها كانت موجودة في امريكا عشان دراستها، وتخرجت الاميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بدرجة البكالوريوس في علم الاثار، وحضرت عائلتها للاحتفال بالتخرج. يا ترى كنت تتخيل ان الاميرة سلمى تقدر تعمل كل الانجازات دي في وقت قليل كده؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عين مصر.